قد يسهم تطوير اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا في التخفيف من انتقال العدوى ومن مدة عزل المصابين. فالاختبار الذي طوره باحثون بريطانيون من شأنه أن يكشف ما إذا كان المصاب لا يزال معديا بالفيروس. هذا الاختبار يأتي في وقت اتجهت الكثير من الدول حول العالم إلى التقليل من مدة الحجر الصحي للمصابين بكورونا. أي أهمية لهذا الاختبار، وهل يكون إحدى وسائل عودة الحياة إلى طبيعتها؟ عامان مر على ظهور فيروس كورونا، تفشى الوباء خلالهما في صورة متحورات عدة ليودي بحياة الملايين ويخلف أضرارا كارثية. ومن داخل هذا المختبر في جامعة إكستر البريطانية يعكف العلماء على تطوير اختبار أكثر حساسية ضد كورونا أملا في تقليص انتشاره، إذ يحدد ما إذا كان المصاب لا يزال معديا. الفحوصات التقليدية تبحث عن المادة الجينية للفيروس دون التفرقة ما إذا كان نشطا أم هي بقايا لا تزال موجودة للتو بعد الإصابة. أما اختبار الجديد فيعمل بشكل مختلف، إذ يلتقط جزءاً محدداً يوجد فقط عندما ينقسم الفيروس النشط. الاختبار الجديد يأتي في وقت تشهد فيه بريطانيا حالة من الجدل إثر قرار حكومي بتقليص فترة العزل الصحي للمصابين إلى 5 أيام فقط. اكتشفنا أنه بعد 5 أيام يكون واحد من كل 3 مصابين معدياً، لذلك من المرجح أن يتجول ثلث هؤلاء الأشخاص بمستويات مقلقة من الفيروس. من المهم إجراء اختبارنا بعد 7 أيام من الإصابة، ومرة أخرى بعد 5 أيام إضافية. وفي حين تشكو الشركات البريطانية من نقص الموظفين الناجم عن فترة الحجر الصحي، ينصح خبراء الدراسة باتباع القيود الوقائية وإرشادات الحكومة بخصوص فترة العزل، مع التوصية بإجراء الاختبار الجديد لضمان تقليل العدوى وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة من جهة، وعودة الحياة لطبيعتها من جهة أخرى. معنا الآن من كارديف الباحث في العلاج المناعي في كلية الطب بجامعة كارديف الدكتور محمد الحاج علي. دكتور محمد مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. لافت هذا الاختبار، يعني لا أدري إذا كنا سنشهد وجوده في الأسواق قريبا، ولكن هو يعني كما فهمت من التقرير يعطيك نتيجة إذا كان الشخص معديا أم غير معدي، وليس بالضرورة مصابا أم غير مصاب، أليس كذلك؟ أسعد الله مساءك أستاذ مهند ومساء السادة المشاهدين. هذا التحليل ليس هو تحليل PCR تقليدي ينظر إلى جينات الفيروس فقط ويحدد إن كانت الإصابة موجودة أم لا، بل ينظر إلى فعالية هذا الفيروس من خلال انقسامه وتكاثره داخل جسم الإنسان. فإذا كان هذا الفيروس غير متكاثر وغير منقسم داخل جسم الإنسان، هذا يعني أنه أصبح خامل وأن الإنسان بالتالي لن يعدي غيره. وأهمية هذا التحليل تحديدا تكمن في مستويين. المستوى الأول هو في المستشفيات، عندما نقوم بتخريج هذا المريض من قسم العناية المركزة مثلا إلى أقسام أخرى، فنود أن نتأكد تماما أن هذا الشخص غير معدي. عندما ينقل إلى أجنحة مرضى أخرى أو أقسام أخرى يمكن أن يكون فيها على تماس مع مرضى آخرين. وأيضا بالنسبة للطواقم الطبية، هناك عشرات الآلاف من الطواقم الطبية الذين يضطرون للعزل عند المخالطة مثلا أو عند الإصابة، وبالتالي هذا كله يسهم في تقصير مدة العزل والغياب، وبالتالي تسريع وتيرة حركة المرضى وتسريع عودة أيضا الطواقم الطبية. يعني بمعنى آخر دكتور محمد، قد تكون نتيجة فحص PCR العادي الآن المتعارف عليه إيجابية عند شخص معين، ولكنه في نفس الوقت غير معدي، هل هذا صحيح؟ هذا كلام سليم 100%. نعم، اليوم بالمناسبة كنا نتحدث مع زملاء في المستشفى أيضا عن أحد التحاليل التي نقوم بها، وهو تحليل PCR، ولكن هناك تحليل إضافي أو معلومة إضافية تضاف إلى تحليل PCR، وهي ما تسمى بالcycle threshold. عندما ننظر إلى cycle threshold، إذا كانت فوق 25 مثلا فهذا يعني أن الشخص قطعا غير معدي حتى ولو كان PCR إيجابي.
إذا كانت دون ال 25 فهذا يعني أن الشخص لا زال معدي وأن الفيروس لا زال يتكاثر داخل جسم الإنسان. بمعنى آخر، إذا تمت الموافقة على هذا الفحص الجديد سنستغني عن البي سي آر، لأنه في نهاية المطاف كل الهدف من مسألة الحجر والعزل هي عدم انتقال العدوى. يعني إذا كان هذا الاختبار سيعطي دليل واضح على أن الشخص معدي أو غير معدي، بالتالي يعني هذا هو المطلوب، وسنستغني عن البي سي آر في هذه المرحلة، أليس كذلك؟ هو مكمل للبي سي آر أستاذ مهند. البي سي آر يرصد الإصابة، وهذا يرصد موضوع النشاط أو ما نسميه الانفكتيفيتي، يعني قابلية هذا الفيروس لأن يعدي وينتقل من جسم إلى جسم آخر. طيب، مدى تأثير مثل هذا الفحص على نشاطنا دكتور محمد؟ لأنه في نهاية المطاف يعني ما يهمنا هو مسألة العزل، أن يكون المصاب معزولا طالما كان معديا حتى لا يتأثر الأشخاص الآخرين. كيف سيؤثر على نشاطنا اليومي إذا تمت الموافقة عليه هذا الاختبار؟ بالتأكيد سيغير قواعد اللعبة بشكل كامل، وهذا ما نطلق عليه بالإنجليزية game changer، يعني سيغيرها بشكل كامل، لأننا حتى الآن نتبع القواعد التقليدية بالنسبة للفحص إيجابي يأخذ فترة من العزل. ولكن أود أن أشير هنا أن سلالة أوميكرون بحد ذاتها تغيرت عن السلالات السابقة. السلالات السابقة كنا نتحدث عن فترة حضانة أطول وفترة إصابة بالأعراض السريرية أطول وعدوى أطول أيضا. الآن نتحدث عن يومين حتى 3 أيام حضانة فقط، ثم يومين حتى 3 أيام من أعراض سريرية خفيفة تشبه الإنفلونزا ونزلة البرد. بالتالي مع مرور 5 أيام من بدء الأعراض ينبغي أن يكون هذا الشخص يعني يعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي وبشكل معتاد. بالتالي مع هذه السلالة الجديدة نحن بحاجة لتحليل مثل هذا التحليل حتى يقول أن الشخص غير قابل للعدوى ويمكنه العودة لممارسة حياته من جديد بدون قيود وبدون تحديد لحركته ومخالطته للأفراد. ماذا عن السلالات الأخرى وفعالية مثل هذا الاختبار معها؟ لأن السلالات الأخرى لا تزال موجودة دكتور محمد، لم تختفي بعد. هي لم تختفي، ولكنها يعني في الممارسة العملية أصبحت شيء من الماضي. الدراسات السابقة التي أجريت في كندا على التحليل الذي كان يستند إلى السايكل ثراشولد مثلاً كانت فيه ألفا هي المسيطرة ودلتا بنسبة أقل، ثم أصبحت دلتا هي المسيطرة والآن أوميكرون هي المسيطرة. السلالات الباقية حتى وإن كانت موجودة ولكنها بنسب ضئيلة جدا جدا. التحولات والطفرات التي تعرض لها هذا الفيروس أضعفت من قدرته كثيرا كثيرا، وأوميكرون هو بوابة الخروج من هذه الجائحة. سنتحول أستاذ مهند، وهو ما يهم أن نطمئن به السادة المشاهدين، سنتحول مما نسميه الجائحة بانديميك إلى ما نسميه الوباء المستوطن انديميك، يعني شيء نحن قادرين على التعايش معه بإذن الله. هذه نقلة ستكون نوعية لا شك دكتور محمد، وسننتظر طبعا السلطات الصحية خاصة منظمة الصحة العالمية إذا كانت ستغير تصنيف هذه الجائحة. ولكن دعني أسألك عن مسألة أشرت إليها وهي فترة الحضانة. سؤال آخر، هل يمكن أن يكون الشخص نتيجة فحصه إيجابية في البي سي آر وأن يكون غير معدي في اليوم الأول للإصابة؟ هل هذه احتمالية ممكنة؟ إذا كان في اليوم الأول من ظهور الأعراض السريرية فهذا الشخص سيكون معدي. القابلية للعدوى وإصابة أشخاص آخرين تتناقص مع الزمن، يعني يوم بعد يوم تصبح قدرته على الإصابة للآخرين أقل، الإنفكتيفيتي تصبح أقل فأقل. أود أن أذكر هنا أن ثلث الأشخاص المصابين بهذا الفيروس أشخاص لا يتظاهرون بأي أعراض سريرية على الإطلاق، يعني 1 من كل 3 أفراد لديهم البي سي آر إيجابي، لا تظهر لديهم أي أعراض سريرية على الأطلاق. وهذه المشكلة الكبيرة هنا مع الأوميكرون، هو سريع الانتشار، سريع العدوى، وخفيف الأعراض السريرية. فيمكن أن تنتقل العدوى من شخص إلى آخر، ومن هنا جاء التحذير على ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي، كون التهاون في التعامل معه قد يتحول إلى مشكلة كبيرة مع إصابة أعداد كبيرة ترهق المنظومات الصحية. في الدقيقة المتبقية دكتور محمد، هل صحيح أن متحور أوميكرون أصعب الكشف عنه من المتحورات الأخرى؟ بمعنى قد يأخذ الشخص اختبار البي سي آر وتكون النتيجة الظاهرة سلبية ولكنه قد يكون مصاب في الوقت نفسه. سمعت هذا الكلام في الأيام الماضية، إلى مدى ما مدى صحة هذا الكلام؟
لا زال البي سي آر باختصار قادر على كشف الأوميكرون. حتى الآن التحليل المعتمد وهو تحليل البي سي آر قادر على الكشف عن ذلك، وقادر أيضا أن يعطينا ما نسميه السايكل ثريشولد التي تدل على قدرته على إصابة أشخاص آخرين أو قدرته على إحداث العدوى. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات دكتور محمد الحاج علي، الباحث في العلاج المناعي في كلية الطب في جامعة كارديف، كان معنا مباشرة من هناك. شكرا جزيلا.